في موضوع الحقيقة أنا ما كنتش عايزة أفتحه، لأن الحاجات اللي بيقوم فيها الفيسبوك دي أنا اتقرصت منها، فما ينفعش خالص أشترك فيها. شيرين عبد الوهاب، أنا الحقيقة الإعلاميين كلهم علقوا وأنا ما كنتش هعلق، بس في نقطة محدش اتكلم فيها وأنا طالعة النهاردة أتكلم فيها. كل الإعلامي يطلع يقول لك إيه، شيرين غلطانة، شيرين غلطانة، شيرين غلطت، شيرين غلطت. غلطت في إيه؟ عشان بس نقول حق. غلطت إنها مثلا قالت على زميل ليها، هي على فكرة قالت أنا كنت بهزر، وهي فعلا كانت بتهزر وباين جدا إنها بتهزر وبتضحك عادي جدا. اولا بس انا عايزه نشوف الفيديو، الفيديو خلاص منتشر مش انا اللي هنشره يعني، ده عامل ملايين. عايز اشوف الفيديو عشان اعلق بس على حاجه كلكم ما خدتوش بالكم منها، وحاجه مضايقاني قوي ومنرفزاني قوي، وهي يعني طلعت اعتذرت وهي متضايقه جدا، والاعلاميين طالعين يقولوا انها غلطانه جدا. غلطانه في ايه؟ يعني انا دلوقتي لو قاعده في الفاصل كده مع وليد وبقول له على فكرة يا وليد مثلا ها تحت مثلا 600,000 خط، والابراشي ده انا ما بطقوش، ده يا عم بيولع بين الناس ومش عارفة ايه وحاجة يعني مش عاجبين، وانت عم بتحب وائل الابراشي؟ هتقولي لا بس ده الهضبة. طب هقول لك حاجة، مين اعظم اعلامي؟ ها قولوا لي يعني مين قامة إعلامية؟ عماد أديب. عماد أديب طبعا طبعا، يعني بحبه، انت ازاي عرفت انا بحبه؟ عشان هو جميل قوي. لا ده مش وليد، ده انت اسمك ايه؟ لا بلاش، مش هعرض عليك الجواز ما تخافش. القامة، القيمة، الثقافة، الفن، عماد أديب. وجيت قلت كده ده أنا عماد أديب ده أنا ما بطقوش مثلا. في ناس ما بتطقش فريد الأطرش، في ناس ما بتطقش أم كلثوم، في ناس ما بت... بس هي عيني مش كده، هي صاحبها وبتحبه وكل حاجة، كانت بتهزر، كانت عايزة تجامل تامر حسني ومحمد حماية قوي فراحت قايلة أي كلام. وهي شيرين يعني يا حبيبتي كل المصايب اللي جايه لها شبهي شويه من عفويتها،